مرة جايين بباخرة في الطريق لقينا نسوان جوا في الباخرة جايات من عمرة كمان يعني عمروا وجايين بدل يحافظوا على عمل بعضهم والحمد لله الناس نصحتهم الله يتقبل قبله. واحد راقدة عندها مرة معاه راحت اسمها حليمة نحن سمعنا الكلام ده بأضان جايين مارين قالت يا صايم ديما تجيب لنا حليمة في الباغرة ذاته. قلت لهم صايم ديما وين؟ فيهم بدة مدفون وحليمة رايحة في الباغرة هنا. يا ناس نادوا الله سبحانه وتعالى. الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. صايم ديما مات ولا نبذ ليزول ولا إساءة ليزول. كلام ده يا جماعة ما في أي سبب. الزول ده بس مات صح ولا ما صح؟ صح. وطالما مات يبقى ما نعتقد فيه وإنما نعتقد في الحي الذي لا يموت. وأي زول يقول لك الكلام ده سب ولا كذا ولا يجيبوا لنا الآيات ولا حديث قل له رأيك في أبو بكر الصديق شنو؟ في أبي بكر الصديق يقول لك ده صحابي جليل والرسول ذاته في الأحاديث لأنه قلت تجيب آيات وحديث. الرسول ذاته قال عليكم بسنتي وسنة شنو؟ خلفاء الراشدين ده أول واحد فيهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مش الكلام ده جميل؟ جميل جدا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ما في صحابي واحد قال لي ما تجيب اسم زول ولا في صحابي قال لي تسبيت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ده ما سب وذكر الرسول باسمه. يقول لك ما تجيب اسم زول ذكر الرسول باسمه صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ودي حقيقة ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الليلة العبارة دي لو شلتها بس غيرت اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وخطيت اسم شيخ في مسجد إلا يلم إلا شفت مرقك الجليل العظيم من العكاز. أنا أسي خايف مسجدكم دي جوت وحاجتكم دي ذات المرقة منها كيف ذات شغلتها كيف ها؟ لكن الناس كون راغين ظريفين والله. أنا قبل خدت الشغلة دي قلت أسي كان جات ذات زول يجرب يا وين مقفول. طب قال لهم من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن يا جماعة إذا دخلنا قلنا البعبد شيخ فلان شيخ فلان مات ولا نبذنا ولا قلنا في النار والبعبد الله الله حي ما بموت لأنه بالراحة كذا زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله قال فكر بعقلك. قال زول يا جماعة قال إنسان يموت يغسل يكفن ما بيتحرك زول لو معافى كذا في جسد يخلي زول يحمم ما بيخلي يغسله يجرد ثيابه ويغسلوه ثلاثة جرادل موية عادية وكافور موية بكافور واحد بتاع السدر ويقلبوه وبيجاوي ويرفعوا له ظهر ويعصروا بطنه وأشياء كثيرة ومقص شنب حاجات كثيرة. بعد ده يجيبوه يكفنوه ثلاثة قطع ويربطوه ويشيلوه في برش وعن قريب ودوا المقابر حفروا المطمورة ودوا اللحد اللحد ويدخلوا أهل جوا القبر لسه الزول ما قادر يتحرك. في زول يخلي عمارة وسرير لين ومكيفات وراحة يرقد في تراب طواعية كذي والله قال قل إن الموت الذي تفرون وده بيجروا منه بيجروا ما شايف المجنون إن جاي يقطع الزلط يتلفت بيجنه دراسه بيجي في الزلط دراسه بيجي لك الشغلة دي كذي حتى نقطع بغادي ممكن يقطع فيك انت بسطونه لكن العربيه دي ما بخاطر فيها بيه مجنون. وبعد ده انت بتفر من الموت يشيلوك يدخلوك جوا القبر الزول لا شيخ دخله جوا القبر وخدتوا اللبن وجابوا الطين ليسوه وتراب فوق له وبعد ده يعتروا العربيه دارت تنقلب الدفنوا ديل ذاته يقول ليه يا فلان الحقنا. طيب انتوا دفنتوا شنو؟ واذا هو بالحق انتوا ليش شلتوه دخلتوا القبر؟ ما كان مش براو. لذلك يا جماعه
رب العزة والجلال وصف أهل الضلال أنهم لا عقول لهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. أيوة، الزول اللي فيه خير ده الله بسمعه، وده ما سماع الأذنين فقط وإنما سماع القلب أيضا. يعني زول اللي تلقاه بيسمع النصوص ويفهمها طوالي الفهم الصحيح وقلبه يتلقى بصد رحب، ده زول فيه خير وده الله داير به خير. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدر منشرح تلقى الآيات دي يسمعها متكيف. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال الزجاج الحرج أضيق الضيق، يعني زي الزول الطالع ليه فوق كل مرة نفسه مضايق، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك يا جماعة إنسان يدعو الله وحده لا شريك له، عود نفسك ده مخلوق زيك ما تناديه. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأي شيء الله يتحداك فيه ده بعيد منه بعيد، يقول لك فادعوهم معناه أنت ما تدعون، أنا كان دعيتهم بتتورط ساي بتتغلب، لأنه الله ما يغالب سبحانه وتعالى. من يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، في ضعف أكثر من كذا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بتناديهم كلهم لو لمون عشان يخلقوا ضبانة ما يقدروا، خليه يدوا فلان الجنة، يدوا جنة عديل، ولك فلان بيدي جنة، فلان بيجيب المضطر، فلان ده سابق ياء. قبل ما تقول ياء بيلحقك طوالي، طيب أنا قبل ما أقول ياء هو لحقني. في واحد بيغادي عنده كربة قال ياء، وبيغادي ده قال ياء، وبيغادي ده قال ياء، الزول ده بيبقى كم وبيلحق منه ويخلي منه؟ وهل هو في كربة، هو في نفسه ذاته في كربة في الموت ولا ما في كربة؟ الموت ده الله قال مصيبة خليت نادي لك ميت، والميت ده في مصيبة ذاته. قال في سورة المائدة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. انت كان عندك كربة وقاعد في الإنعاش والدربات شغالة وركبوا لك الحاجة زي ذاك زي المشبك دي، شفت دي لما يركبوها لك بتاعت الكمبيوتر معناها انت قربت شغلتك دي قربت عند الدكاترة، يعني حساباته مما يركبوا لك دي معناها انت اعمل حسابك شغلتك دي قربت والكمبيوتر شغال كده تيت تيت تيت. لما يبقى عديل ده تيت معناها الشارع فتح ابقى مارق طوالي تيت طوالي. انت من الكربة دي تناديه هو كربته أشد منك لأنه هو مات، وإنت يا دوب إنت شنو؟ إنت يا دوب في الدنيا بتشوم هوا، هو ده جوا القبر ده إلا الله يرحمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب ده البناد غير الله، والمطلوب ده البنادوه الاثنين الله قال لك ضعف ده. ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.